هلا انا في عندي شيء اسمه مشتق اكثر من مره، تمام؟ خليكم معي. هلا بكتب مشتق واي بالنسبه لاكس، هذا المشتق كم مره؟ مره واحد اشتقيت واي بالنسبه لاكس. لو حبيت اشتق مره ثانيه فبصير دي واي على دي اكس مربع، بينكتب بهذا الشكل، تمام؟ دي مربع واي على دي اكس للتربيع. هذا المشتق من اي درجه يا امير ورند؟ من الدرجه الثانيه، ممكن من الدرجه الثالثه، ممكن من الدرجه 100، ما في اي مشكله. هذا الحلو بالموضوع انه في عندي كسيرات الحدود، يعني على سبيل المثال اكس مربع زائد 2، هذول لو حاولت اشتقهم من الدرجه 100، لو حاولت اشتقهم من الدرجه 100 هيك، معلش ما بتنكتب هيك، بس انا هيك راح اكتب، شو راح يطلع الجواب؟ اكيد اكيد راح يطلع الجواب صفر، صح؟ بنهايته صفر، هي 2 اكس بعدين 2 بعدين صفر، عند الثالث انتهت. فهي اول قاعده بالكسير الحدود، دائما راح تكون نهايه الاشتقاق صفر. اما لو كان ساين وكوساين شو راح تكون؟ راح يكون عباره عن دوري، مشتق الساين كوساين، مشتق الكوساين ساين، رجع مثل ما كان، تمام؟ تعال نحكي بهذا الموضوع اكثر. لنفرض انا طلبت منك مشتق كوساين من الدرجه 100، هيك قلت لك، قلت لك اف اكس تساوي ايوه، مو على الزوج والفردي، لا مين بيلي على شو؟ محور الاكسات. لو طلبت منك المشتق، خليك معي، المشتق من الدرجة 92 مثلا ل اف اكس على اكس درجة 92، وين راح يتكرر اصلا؟ تعال نشوف، تعال نكتشف انا وياكم، تعال نكتشف عند الاربعة. ايوه برافو عليك، برافو عليك، برافو عليك، صحيح صحيح. يلا المشتق الاول مين هو؟ ناقص ساين الاكس. المشتق الثاني؟ ناقص كوساين الاكس. المشتق الثالث؟ ساين الاكس. المشتق الرابع؟ كوساين الاكس. شو صار معي يا مأمون؟ اشتقيت اربع اشتقاقات رجعت لمكان وجودي، صح؟ معناته كل اربع دورات او كل اربع اشتقاقات برجع لمكاني. اصلا 92 على 4. ايوه، ببحث عن باقي قسمه 92 على 4. باقي القسمه، باقي قسمه صفر. ليش رقم حزين؟ صح صفر. لانه ال 100 بيبقى اسمي على 4، طرح منه 8 بيطلع صفر. معناته راح ارجع لوين؟ لعند الصفر، معناته بترجع الداله نفسها، ايش قد الداله؟ كوساين الاكس. يعني وكاني ما اشتقيت، صح؟ إذا كان واحد معناته شو بيطلع جوابي؟ ناقص ساين، وإذا كان اثنين شو كان؟ ثلاثة، وإذا كان أربعة ليكو قدامك، صح؟ وما في باقي أربعة. إذا كان أربعة يعني الأربعة هو نفسه اللي بلا اشتقاق، مضاعفات الأربعة، تمام؟ صح يا رند؟ شكرا رند. يعني يا رند لو قلت لك هون 93 شو بيطلع الجواب؟ ناقص ساين الإكس، صح؟ والله كان لازم يجي البابا، ما كان لازم يجي لهون. يلا تعال نتسلى انا وياكم بهدول التمارين. طبعا كل تمرين من هدول التمارين فينك تعتبره قانون وتحفظه، تمام؟ يلا التمرين الاول ايه؟ راح نزلهم فورا بس كلهم استاذ، ايه كلهم يعني كلهم. وين رايح؟ تنتحر؟ لك وين رايح؟ وين؟ تعال تنتحر من هون والله العظيم، بصير مركزنا مشهور، بصير بقولوا تعال سجل في هذا المركز، انتحر منه مصطفى. روح اخي روح، الله ييسر لك. خليك معي بعد اذنك، بدي المشتق من اي درجه؟ الدرجه السابعه. خليك معي، موضوع مهم. لانه لو كان مشتق من الدرجه الثامنه بصير موضوع تفرج. وين اغراضك انت؟ مع رن. وين جاكيتك كمان مع رن؟ جاي اليوم سيء. الله يهديكم، ما شاء الله معكم. وعليكم السلام، باي. شوف مشتق، مشتق من الدرجه السابعه، شو المشتق الاول؟ شو المشتق الاول؟ 7 اكس. المشتق الثاني 6 اكس، صح؟ يعني هون راح يكون عندي من اكس، من اس 6. خليني اكتبهم بالتفصيل اذا بكون 7 اكس شو بتعطيني؟ هذا المشتق الاول، صح؟ هلا شو مشتق الاكس من اس 6؟ 6 اكس من اس 5. 7 ضرب 6 ضرب 5 بالأس 4. 7 ضرب 6 ضرب 5 ضرب 4 بالأس 3. هيك راح يطلع معي 7 6 5 4 3 2 1 يلي هي 7 فاكتوريا. ولكن لو قال لي بده المشتق من الدرجة الثامنة شو بيطلع الجواب؟ صفر. انتبه،
لانه مشتق الواحد صفر، وقت راح اوصل اخر شيء ما عاد عندي اكسات، شو مشتق العدد؟ صفر. انتبه، يعني مشتق السبعة فاكتوريال صفر. فانتبه انت، انتبه بين، انتبه اذا قايل لك اكس في الاس 7 شو مشتقه من الدرجه السابعه او شو مشتقه من الدرجه الثامنه، موضوع مهم. طبعا شو مشتقه من الدرجه السادسه؟ ست فاكتوريال بالقوة اكس، صح؟ تخيل لحالك بعقلك شو. استاذ بس مثال تكون بالاس 8 هي نفسها بالاس 8، شو طلع الجواب؟ يعني اشتق هذا، شو مشتقه؟ صفر. هذا 7 فاكتوريال، شو مشتق السبعة فاكتوريال؟ عدد ثابت مشتقه صفر، صح؟ اشتق هذا، شو مشتقه؟ صفر. السؤال الثالث، خليك معي. شو بك يا محمود، استسلمت؟ سهلة بلشنا يا زلمة، لسه القادمات أجمل بكثير. اي والله. باقي لكم 15. لك انا حابب اعطيكم، 17 قبل ما استشهد، والله العظيم بكيف. طيب يلا يا اخر واحد صف له، الوقت كالسيف. انا لا، انا بالاصل عندي درس بعد شوي. ما هو مش طاقتك مشان بعد طلاب التهريب هسه ما بيصير. لا ناخذ درس جاي صحيح، ناخذ الوظيفة. اي بس الوظيفة اخر الصفحات. هلا لبلكم، خليك معي. مشتق من اي درجه؟ من الدرجه العاشره. نحن بكل براءه شو بنعمل؟ راح نشتق اول مره. شو مشتق اول مره؟ 2 في اي بالاس 2 اكس. طب شو مشتقه ثاني مره؟ 2 بالاس 2 اي بالاس 2 اكس. طب شو مشتقه ثالث مره؟ 2 بالاس 3 اي اس 2 اكس. فانا لاحظت انه عدد مرات الاشتقاق مربوط بمين؟ بالاس. فهو بده مشتق من اي درجه؟ 10، معناته 2 بالاس 10 ضرب اي بالاس. بس هاي الصفحة يعني نزلناها. أبشر أبشر. كلن أصلاً إذا رحتوا على البيت راح تلاقوا زوجي وفرد. سؤال خامس. قبل الخامس نحل الرابع. الرابع مثل الخامس بس الخامس. لأن الخامس معتمد على الرابع. خليك معي. لو كان عندي إف إكس تساوي 1 على x، عم بيقول لك اوجد المشتق من اي درجه؟ 20. درجه 20 ل دي اكس 20. خليك معي. ايه. انا بدي احفظ قاعده. شو مشتق؟ طبعا اخذناها بنت. شو مشتق الواحد على x؟ ناقص 1 على x مربع، واتفقنا انه هذا ينحفظ كقانون. لو اشتقينا الناقص 1 على x مربع مره ثانيه، يعني اشتقينا الواحد على x مرتين، شو راح يطلع معي؟ مشتق البسط صفر ناقص مشتق المقام، يعني راح يطلع معي ناقص ضرب ناقص زائد 2x على x بالاس 4، صح؟ شو راح يطلع معي؟ 2 على x بالاس 3. كيف مو مشتق البسط صفر؟ اي ضرب المقام بيروح، بعدين مشتق المقام ضرب البسط. ليش ما نقلبها؟ في فرق بين العدد بصير اس بصير x ناقص 1. اي اوكي. اي نفس ناقص 1. اي هلا الملاحظه المهمه انه انا وقت بشتق كسر الواحد اكس لاول مره شو بيكون الجواب؟ بس وقت اشتقيت هلا هي بتنكتب هيك صح؟ واحد اكس مشتق كم مره؟ مرتين. ام شو كان الجواب؟ موجب. معناته راح احفظ قاعده وقت يكون عندي الواحد اكس مشتق فردي شو بيطلع جوابه؟ سالب. بس وقت يكون المشتق زوجي شو بيطلع الجواب؟ موجب. هاي الملاحظه الاولى. الملاحظه الثانيه اللي راح لاحظها هون انه بالبدايه ما كان عندي 2، بعدين بلش يظهر عندي 2. هلا بعد شوي شو راح يظهر عندي؟ تعال نشتق مره ثانيه انا وياكم، تعال نشتق مره ثانيه، يعني نشتق مره ثالثه. مشتق اول شيء في ناقص اكيد، صح؟ اتفقنا. مشتق البسط، شو مشتق البسط؟ صفر في المقام راح. ناقص مشتق المقام، شو مشتق المقام؟ 3x مربع. 3x مربع في 2 6x مربع على عش قال على x بالاس 6. صار عندي ناقص 6 على x بالاس 4. هلا ليك عندي هون فردي، شو طلع عندي هون؟ سالب. عندي هون زوجي، طلع عندي موجب. فردي سالب. هلا مشتق مشتق الاول طلع معي x مربع، مشتق الثاني طلع معي x مكعب، مشتق الثالث طلع معي x بالاس 4. هي ملاحظه 2. ملاحظه 3، لو انا حطيت هون فاكتوريال فرقت معي شيء؟ ما
من هي 3 فاكتوريال؟ 6. من هي 2 فاكتوريال؟ 2. طيب 3 هي عدد الاشتقاقات صحيح؟ 3 هي كم مرة اشتقيت ما هي؟ معناته أنا هلأ صار فيني اكتب هون، شو فيني اكتب؟ لأنه 20 الجواب موجب ولا سالب؟ موجب. الجواب موجب، فعلته ما في داعي اكتب شيء صح؟ الثلاثة فاكتوريال أو الفاكتوريال مربوطة بعدد الاشتقاقات، كم مرة اشتقيت؟ 20 فاكتوريال على X بالأس؟ 21. على X بالأس 21، اتفقنا؟ طبعا هذا ممكن نكتبه نحن كقانون. شو بقول القانون؟ شو بقول القانون؟ بقول ناقص 1 بالأس إيش قال؟ بالأس عدد الاشتقاقات، كم مرة عم بشتق أنا؟ ضرب فاكتوريال على X بالأس N زائد 1. هذا القانون. بس عيد اقرأوا شو شفين. ناقص 1 بالأس N في N فاكتوريال على X. هو المشتق من كم درجة؟ نفسه هذا مثلا هيك، مشتق من الدرجة N، مشتق من الدرجة N ل FX على مشتق هيك. شو بيطلع هذا حفظ. السؤال الخامس عم تكتبه؟ السؤال الخامس شوف شو قايل. قايل اف اكس تساوي لن الاكس، اوجد المشتق من اي درجه؟ درجه 14 على دي اكس من درجه 14. خليك معي يا محمود. اول شيء انا بعرف شو مشتق لن الاكس، واحد على اكس. بمعنى اخر انه اذا اشتقيت اول مره بصير التمرين الخامس مثل التمرين الرابع او عند اول اشتقاق. طب راح اشتق، شلون راح اشتق؟ راح تصير هاي بدال من الدرجه 14 شو راح تصير؟ الدرجه 13 لمين؟ لهون عندي فتحه انا هون هيك، يعني التابع جديد. هلا هذا خلينا نسميه تابع جديد. مين هو بدال اللوغاريتم الاكس؟ شو اسمه؟ اسمه 1 اكس. اشتقيت مره، نزلت درجته مره، اشتقيت مره، اللوغاريتم الاكس شو مشتقه؟ 1 على اكس. هلا حسب القانون اول شيء هذا فردي ولا زوجي؟ فردي، معناته في عندي ناقص 1 صح؟ هلا بعدين هون شو عندي؟ 13 فاكتوريال صحيح على اكس بالاس 14، او مثل ما كاتبين بالكتاب ناقص 13 فاكتوريال ضرب اكس بالاس ناقص 14. مشان نوصل لواحد على اكس. اشتق اول مره بكل براءه، شو مش ما بدك تعمل اول اشتقاق، شو مشتق لوغاريتم الاكس؟ 1 على اكس. صار بيشبه التمرين اللي فوقه تماما. تمام، بس كانوا 14 عمليه اشتقاق، صاروا كم عمليه اشتقاق؟ 13 ناقص وحده. وطبقت القانون اللي أخذناه قبل شوي اللي هو ناقص 1 بالأس N N فاكتوريال على X بالأس N زائد 1. السؤال السادس ما كتير بيفرق عنه، بس لأنه عندي بالأس 10 بضرب بصير 9 ضرب 10 90. فزو قانون السؤال السادس. نفس القانون، نفس. يلا وين صرنا؟ حللنا السادس. تلاقي حل على اليوتيوب. يلا السؤال بعده، السؤال السابع. اف اكس تساوي لوغاريتم الاكس زائد 3، اوجد المشتق من اي درجه؟ درجه الثانيه. خليك معي بس. مثل ما حليت التمرين الخامس راح اشتق اول مره بكل بساطه. شو مشتق لوغاريتم الاكس زائد 3؟ امام اللوغاريتم، يعني مشتق امام اللوغاريتم يعني 1 صح؟ على اكس زائد اد زائد 3 للتربيع. لا ما في تربيع، انا هون خسرت مشتق هلا صح؟ صار هيك عندي، صار عندي مشتق من اي درجه هلا او كم مشتق؟ صار عندي 7، يعني فردي ولا زوجي؟ فردي. معناته جوابي سالب ولا موجب؟ سالب صح؟ سالب ان فاكتوريال، شو يعني ان فاكتوريال؟ كم مشتق عندي؟ 7 مرات على اكس زائد 3 بالاس ايش قال؟ بالاس ان زائد 1 اللي هو 8. هذا جواب السابع. هيكون خلصنا الصفحه. روحوا اذا بدكم روحوا خلاص.